على كل حال لازم نعرفوا بلي كرة قدم ولا سياسة ولا تهذيب. احنا إذا كان عندنا شوية قلب وشوية نخوة نشوفوا قطر كي نظمت كما يقولوا نظمت كأس العالم قدرت باش تبهر كاع العرب، وحنا ماذا بينا نتطوروا ونرفضوا أشياء ملاح من بينها في الصطاد تكون مع وليدك، تكون حتى يعني نورمال يدخلوا النساء، لكن يكون هناك نوع من النظام، لأن هذه الفوضى ما تنفع لا الجزائري لا كرة قدم. كرة قدم قبل ما تكون كرة قدم هي تهذيب النفوس، هي تربية يجوا كاع من كرة قدم. لكن أنا كي نشوف الأسطورة رابح ماجر لازم نعرفوا بلي في كأس العالم رابح ماجر كان أسطورة، نحبوا نكرهوا، نهضروا على كرة القدم نحو السياسة ونحو بعض الأغراض لواحد كيشتبه في واحد ما يعطيلوش لوكازيون. حنا واش نقولوا؟ نقولوا رابح ماجر ستانكرون مالغري ستان جوار يتون معروف، لازم نعرفوا نقيموا ولاد بلادنا. هذا ماشي قال زعما جا من طرف الدنيا ولا، هذا جزائري عاش في بلادنا ويعرف الجزائر يعرف كذا، ما راش براني حتى ويكون براني. حنا نشوفوا الوفود اللي جاوا للجزائر الافريقيين ولا نامبورت، الوفود هذوك كي جاوا للجزائر خلعوا، يعني عندنا مناظر ربي عطانا الخير هذا وعطانا الاماكن هذوما حتى يعني من جهه الترويج للسياحه، لان السياسه كما السياحه لازم نروجولها بالاخلاق تاعنا، نروجولها بالاماكن اللي عندنا. عباك خلعوا جاوا للجزائر شافوا يعني بريمو المكانه اللي عندها الجزائر، حتى البنيه التحتيه اللي كانت ليسطاد. حنا دخلنا يعني نقولها بكل صراحه لازم ندخلوا في اللباقه، نعرفوا كيفاش نسيروا، لان هاد ليسطاد هذوما راح يكونوا كما يقولوا يمثلوا الخير هذا يمثلوه للجزائر، والجزائر باش تمثل لازم الحاجه الاولى يكون نوع من النظام، نقطه حساسه هي هاد الناس اللي راهم يستغلوا الثغرات باش يدخلوا من بينها الاشقاء بلا ما نذكر اسمهم، هما مستناو هاد لوكازيون. علاش ديروا لوكازيون تمدوها للبراني؟ هذه بلادنا، كاين الاعلام والوطنيه، هادوما لازم نعرفوا نستغلوهم، عجل اسباب من اسباب هادوما اللي راهم يلعبوا لنا هاد قوش دروات، هما هاد اللعبات انت تبان لك صغيره. دير في بالك هذه عفسه كبيره، احنا مالغري تو نقول لهم يا ودي مد صوره شابه لبلادك، نحو كلمه راك في الجزائر، الجزائر شابه، ما تعليها الشهداء، لكن المشكل سيبري، كاين اشياء يعني كما نقولوا احنا ماذا بينا يتطوروا. لكن كيفاش يتطوروا؟ كل واحد في بلاصتو، انت كمناصر راك قاعد متل روحك. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زاير تيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.